هنتكلم دلوقتي على الـ physiological effect of الـ diadynamic current. أول حاجة بيستخدم فيها الـ diadynamic current هو الـ pain relief. الـ diadynamic current بيعمل pain relief عن طريق يا إما direct mechanism أو indirect mechanism. الـ direct mechanism هو بيعمل stimulation of a sensory nerve leading to pain relief through stimulation of the pain gate mechanism، لأن الـ frequency بتاعته اللي أنا بستخدمها بتبقى يا اما 100 هرتز او 50، فالاثنين هيعملوا لي استيميليشن للبين عن طريق الجيت كنترول ميكانيزم. تاني حاجه هو الاندايركت افكت، لان الدايا دايناميك بيعمل لي استيميليشن او بيعمل لي امبروف للسيركيوليشن عن طريق البامبنج اكشن اوف ماسل كونتراكشن. الماسل كونتراكشن اللي بتتم عن طريق الدايا دايناميك كارنت ليها قدره ان هي تعمل لي امبروف للسيركيوليشن وريموف الايريتنت ووست. طبعا الفكره بقى ان هو هيعمل لي دايركت ولا اندايركت افكت على حسب النوع اللي انا هستخدمه من الخمس انواع اللي احنا شرحناهم من شويه، والكلام ده كله طبعا هناخده في البراكتيكال بارت. تاني حاجه بيزود لي اللوكال سيركيوليشن، هو بيزود اللوكال سيركيوليشن لان هو عنده بولر افكت، لان هو دايركت كارنت، لان هو تحول من الترناتيف الى دايركت كارنت، فالبولر افكت خلى يحصل ريليز للهيستامين لايك سبستانس. اللي الهيستامين بيعمل ايه؟ بيغير لي البيرمابيليتي بتاعه البلاد فيزلز، بالاضافه ان هو بيعمل لي كمان الترنيتنج للاوتونوميك اكتيفيتي. الاوتونوميك اكتيفيتي دي زي الفازو موتور اكشن اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. الفازو موتور اكشن ده الافكت على البلاد فيزلز سواء بيحصل لها فازو دايليتيشن او فازو كونستريكشن. الدايا دايناميك كارنت بيعمل فازو دايليتيشن للبلاد فيزلز بالاضافه الى ريليز اوف هيستامين اللي هو برضو بيعمل لي فازو دايليتيشن وبيغير لي البيرمابيليتي بتاعه السيل ممبرين. كل ده هيزود لي اللوكال سيركيوليشن في الاريا دي. تالت حاجه بيقلل لي الانفلاميشن والسويلنج، بيقلل لي الانفلاميشن عن طريق ان هو بيزود اللوكال سيركيوليشن في المكان ده وبيغير السيل ممبرين بيرمابيليتي، بيغير السيركيوليشن اللي راحه محمله بايه بالنيوترونز من البلاد فيزلز اللي بتروح بقى تشيل كل الانفلاماتوري ميدياتورز ريسبونس وتبتدي تشيلها عشان تعمل ديكريز للانفلاميشن. وطبعا بيقل السويلنج عن طريق البامبنج اكشن اللي بيحصل من الدايا دايناميك كارنت. رابع حاجه الماسل ري ايدوكيشن، انا ممكن استخدم الدايا دايناميك كارنت ان انا اعمل ستيميليشن للموتور نيرف، ولكن مش ذا بيست تشويس لو انا ان انا اقدر اعمل بيه ماسل سترينثنج. يعني لو انا عايزه اعمل ماسل سترينث مش الدايا دايناميك هو التشويس بتاعي. زي ما هتعرفوا في العملي ان في نوع ممكن استخدمه في الماسل ري ايدوكيشن او الماسل ان انا اعمل سترينث، ولكن مش ذا بيست تريتمنت او ذا بيست تشويس. لو انا عندي حاجات ثانيه فرادك او نيورو ماسكولار الكتريك استريبيشن طبعا هيبقى احسن في استخدامها. خامس حاجه الالكتروكيميكال افكت اوف ذا دايا دايناميك كارنت، لان هو دايركت كارنت واحنا قلنا ان هو هيبقى ليه بولر افكت، فخلي بالي كويس جدا ان هو ممكن يعمل لي سكن دامج. السكن دامج نتيجه التشينج في البي اتش بتاع السكن، فعشان كده دايما الريسك التريتمنت تايم بتاع الدايا دايناميك بيبقى اقل من 10 مينتس، ما بيعديش ال 10 مينتس باي حال من الاحوال علشان اعمل مينيمايز للسكين دامج. طبعا اختلاف الافكت بتاع الدايا دايناميك كارنت الاربع افكت اللي احنا قلنا عليهم من شويه سواء ديكريز الانفلاميشن والسويلنج والماسل دي ايدوكيشن والتريتمنت اوف ذا بين وانكريز اللوكال سيركيوليشن، كل ده هيتوقف على نوع الدايا دايناميك كارنت اللي انا هستخدمه والمدة التريتمنت اللي انا هستخدمها، وكل ده ان شاء الله هتاخدوه في البراكتيكال بارت. بكده نكون انتهينا من الدايا دايناميك كارنت. اخدنا النهارده التنس، اخدنا النهارده الانترفرنشال، اخدنا النهارده الدايا دايناميك كارنت، واللي بيجمع الثلاثه كارنت ان هما ذا برايمري يوز بتاعهم هو تريتمنت اوف ذا بين. وعرفنا ازاي بيعملوا تريتمنت للبين ويتش ميكانيزم بيشتغلوا عليها، وعرفنا برضو الاستخدامات الاخرى للداي دايناميك والانترفرينشال. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا المحاضره كويس، وان شاء الله نستكمل باقي الالكتريكال كارنت ستيميليشن المحاضره الجايه. شكرا.